انا عايز اتناقش معاك يا استاذ عصام في النقطه ديت. يمكن الاسابيع الاخيره من الدوري اللي فات كان في جمل مطاطه، يعني يقول لك التعدي على حكم. طب يعني بانهي تعدي؟ بلوفز التعدي بيشوح له، ما ده اللي بقوله حضرتك. يعني ويبدا الناس يعني طيب لو هو مثلا هو راح خابط سماعه الحكم، هو ده ما لمسوش اهو العقوبات في كل الدوريات. يعني افرض جاب واحد معاه نبله، يعني مش نهارك بقى. يعني العقوبات في كل العالم زي ما حضرتك قلتها، وانا عارف انك بتقولها علشان توصلها للناس، مش حابب تقول انه ده اللي في المانيا وده، خلينا صراحة تمام. وبالتالي العقوبات بدءا من اللمس والنظر والكذا والمذا، والله منصوص عليها، ما بيخجلش انه يوضحها عشان تبقى عارف حقك، عشان يطالبك بواجباتك يا كابتن هاني. ما هو السنه اللي فاتت ده ما حصلش في واقعه كلنا عارفينها. طب هيحصل ازاي؟ كان في لاعب يستحق طبعا الايقاف لمده من 8 ل 12 ماتش على الاقل، على الاقل. فقال لك لا، اصل دي تحت بند يعني مش التعدي بالايدي. او طب يعني كل الجمل المطاطه ديت، الجمل المطاطه وفي واحده ثانيه بتسبب المشاكل. في واحده ثانيه يقول لك ايه؟ تقديريه. تقديريه اصل تقديريه والعياذ بالله. اصل السماعه مش جسمه. اصل والعياذ بالله، اصل هي برضه بعيده 3 مللي عن ودنه. اصل الراجل يا اخي كان بيشوح، ما هو بشر. ما يقصدش. ما هو يعني ايه؟ وبعدين ما هو راح اعتذر له، وهنقعد يعني اجمل مصطلح او وصف انت قلته للمصطلح ده انه مطاطي. والمطاط يعني فعلا مطاط يا اخي، هتعمل له ايه؟ هتلمه ازاي؟ وبالتالي الحقيقه يمكن المراجعه. الحقيقه في حاجات طبعا كويسه، هي في مجملها حلوه، بس ليه مدموغه انه حد افتكس لائحه؟ ليه ما بنقولش عشان لو حد اتكلم هذه لائحه الاتحاد الانجليزي؟ ليه لا؟ يعني انا نفسي افهم، يعني بس واحد بس يجبر خاطري ويرد عليا.